السلام مشاهدي شيوات لو 360، معكم الشيف مهدي تامر من مازاغون بيتش ريزورت. اليوم غنقدموا لي لي ديسير سي ان سابلي بروتون افيك دي فرامبواز. نخليكم مع المقادير. فوالا لي انغريديون، عندنا فرامبواز 200 غرام دو فرامبواز، عندنا 150 غرام دو بور، 200 غرام دو فارين، 100 غرام دو بودر داموند، اي 100 غرام دو سكر غلاس. دابا ان شاء الله غادي نمروا لمرحله التحضير. غادي نديروا لو بور هو الاول، غادي نزيدو عليه السكر غلاس، وي اون فا اجوتي لا بودر داموند، اون فا لاسي ان بو ترافايي بور لا بات سوا بيان. Voilà la pâte elle est موجوده دابا. On va étaler dans un flexipan. Pour la préparation de ce sablé breton, on va cuire dans un dans une température de 180 degrés à 10 minutes. دابا غادي نوجدو واحد البوري دو فرامبواز باش نديكوريو لاسييت ديالنا. نديرو فرامبواز ديالنا مع سكر بغان، حتى تيذوب السكر ديالنا مزيان باش ما يبقاش السكر كاين. بوي كناخدوه كيولي بحال هكا، وكناخدوه وكنميكسيوه وتنحطوه في لاسييت ديالنا. من بعد ما وجد لينا البوري ديالنا هو درناه في لاسييت و صابلي بروتون، دابا غادي ندوزو لمرحلة التقديم. غادي ناخدو صابلي بروتون ديالنا، غادي نحطو او ميليو، غادي ناخدو لاكخيم باتيسيير. كيفما كتعرف كلشي تيعرف يصاوب لاكخيم باتيسيير، بعد ما درنا لا كريم باتيسيير ديالنا دابا غادي ندوزو للمرحلة ديال الفرامبواز. غادي نحطو هكا، نديرو ان بو ديكوراسيون كوم سا. سا سي دو شوكولا بلون، نديرو شويه لا كريم باتيسيير، كل واحد على حساب ديكوراسيون اللي بغا. انا درت هاد الديكور هذا، واي واحد يقدر يديكوري كيف ما بغا. هذا هو الشكل النهائي ديال لي ديسير ديالنا، اللي هو عباره على صابلي بروتون افيك لي فرامبواز. وبالصحة والراحة ورمضان مبارك سعيد.